عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نفصل معكم واحد البيجامة بالسروال، وجاية بصديفات من الامام، راه دارجه بزاف على الموضة هاد العام. كانت في الصيف كدار بالتوب ديال الساتان ولا كدار بالتوب ديال الخيط، دابا في البرد كدار بالتوب قطيفة ولا الكانيش ولا المهم التوب اللي سخون وصافي. هذا عندي هنا انا التوب ديال الموبرا المرايه، عندي هنايا 2.5 متر. اول حاجه غادي نبدا بيها، غادي ندير التوب نطوي هكا على جوج، ودائما الموبرا ردوا البال ونفصلوها على الجهه اللي هكا اللي كتكون الشعره هابطه لتحت، ما كتكونش طالعه هكا الفوق، هكا تجينا ملسه. هذه هي الجهه الملسه ديالها. غندير دابا هنا التوب غنديرو على جوج، نفصل اول حاجه نفصل السروال، نقاد هنايا الحاشيه مع الحاشيه نقادها مزيان، نطوي غير ثمن السروال ديالي، ما نطويش على 4، غير القياس اللي عندي في اللي غادي ندير لها في الحوض. صافي دابا عندي هنايا 26، وهاد 4 سنتيم اللي بقات لي هنايا غادي نخرج بها ديال القاعده. شوف الثوب عندي هنا واش مقاد، هنا ما عنديش مقادل، غادي نقادو ندير واحد الخط مستقيم. هبط هنايا واحد 6 سنتيم ديال لاستيك ولا حتى 7 سنتيم، هذا ديال لاستيك. هاد الخط هذا 7 سنتيم خليتها ديال لاستيك، وعاد نشد العبر ديال القاعدة ديالي ولا ديال الحردة. هنا غادي نهبط ب 28، هاد الهبطة اللي كنهبطوها من هنا شحال مرات كيسولوني هكا المتتبعات، كيقول لك ملي كتجيبي هاد الهبطة هادي، هاد الهبطة هادي كنجيبوها من الدورة ديال الحوض. الا كنت انا عندي هنايا نزلت واحد 2 سنتيم، عندي مثلا في الدورة ديال الحوض 27 كتهبطي هنايا 27، عندي 28 كتهبطي 28، ولكن الا كانت الكليانة شي شوية عندها هاد المسافة هادي طويلة كتزيدي واحد 2 سنتيم، يمكن لك تزيدي يمكن لك تنقصي على حسب الكليان. هنا دابا غادي ندير 26، هاهي عندي 26، وهاد 4 سنتيم غادي نخرج بيها هنايا ديال الحردة. الدورة هنا ديال البط غادي ندير فيها 25، صافي غنطلع هنا واحد 6 سنتيم. هذا راه ساهله هاد البيجامه هادي، ما تحتاجش بزاف ديال التعقيدات، وندور هكا غير بيدي. صافي من هنا كندورو، نتمنى يكون واضح. دابا غندير الطباشير في الاحمر باش يبان لكم. ناي دابا غنشد الطول ديال السروال، عندي 99، غنشد من هنا من هاد الخط هذا 7 سنتيم، ما غاديش نحسبها، نشد من هامي ونهبط وندير 99، غنزيد 2 سنتيم ديال الخياطة. صافي والدورة ديال السروال من تحت الراس ديال السروال او المونش ديال السروال غندير فيها 16. غادي نحط المسطرة من هنا فين درت هنا 16 لهنايا، هنا في هاد البلاصه هادي ندخل بهاد البيستولين نجيبها، وغندخل هنايا واحد 1.5 سنتيم باش ما كيبقاليش داك البلاصه بحال اللي مبوقه من تمايا، ولا حتى 2 سنتيم الا كانت مولات البياسه ضعيفه شويه من جهه الفخاد. هنايا فين دخلت هنايا 2 سنتيم انايا، حتى انا هاد البيجامه هادي ديال بنتي عارفه لها العبار، ما شديتلاش العبار ديال الفخاط، شديتلها غير ديال الركبه، الركبه عندي 20، هنا الركبه باش غنعرفوها فين جايه انا كنهبطو من هنا، كنهبطو من هاد البلاصه هادي، ماشي مع هاد 7 سنتيم، من هنا 56 هنايا،
هنا كنحطوا العبار ديال الركبه ديالي، عندي انا 20 في الركبه وهنا عندي 22. صافي غادي نخلي دوك 2 سنتيم نخليهم ديال الخياطه. دابا غادي نقطع ونجي نقاد من هنا هادشي اللي ما كانش عندي نقاد ديال نقادو. هذا هو السروال ديالي. دابا كنجيو كنحلو هكايا، نجيو لهنا المنتصف، نعلم هذا هو المنتصف ديالو ونهبط هنايا 3 سنتيم ديال الامام. صافي ديرو خط من هنايا لهنا، انا غنمشي غير هكا غير بعيني. ومن هذا ديال الامام غادي نقصو واحد 2 سنتيم، ما ندخلوهاش من مين كيتلبس كيجيناش من هنا مكشكش من القدام. صافي وغنخرج هنا زيرو. صافي هذا هو السروال ديالنا، غادي نجمعوه دابا ونفصلو الفوقاني. هنا هذا الثوب اللي بقالي هنا فين فصلت السروال في هذه البلاصه هذه، غادي نخليها هكاك على داك الطريقه، ما ندوروش باش ما يجينيش عاود الفوقاني الثوب السروال في اتجاه هكا والفوقاني عاد اتجاه مقلوب، غير حسب يعطينا جوج لوان، يعطينا الفوقاني مغلوق والتحتاني مفتوح. غادي نخليه في نفس الاتجاه ونشدو هكايا على جوج ونولي نجيب هاد الجهه هذه اللي عندي هنا مسدوده، غادي نردها لعندي على حسب الامام غادي يكون مفتوح. غنخلي هنايا واحد 6 سنتيم، هادي اللي غيكون فيها الازرار، ولا غير 5 سنتيم بركة، 5 سنتيم كافية. هاد الحاشية ما نحسبهاش على حساب راني نحيدها، كتكون مكمشة. هنا راه خليت 5 سنتيم كما شفتو، هنا راه طراسيت، هو الطراساج اللي درت ديال 5 سنتيم خليتها هنا ديال المارد ديال الصدايف. وغادي نجيب هذا ديال الظهر اللي مسدود هنا، هنا قديتو ودرت الطراساج هنايا خط مستقيم باش ندير عليه الكتاف. غنحط الطول ديالي دابا عندي 79 في الطول، ونخلي 2 سنتيم ديال لوغلي من التحت، ندير خط مستقيم. الكتاف عندي 19 ونزيد سنتيم ديال الخياطة، نربط هنايا 2 سنتيم ولا 3، ملي كيكون الثوب رقيق شويه نهبطو غير 2 سنتيم. هنا الدوره ديال العنق ندير 7، ندير غير 7 سنتيم باش ما يجينيش محلول، ونهبط هنا في الظهر 2 سنتيم وندور هكا غير هكا بيديا، ندير خط هنايا غادي نهبط من هنا 20. الدورة ديال الصدر عندي 25 ونزيد سنتيم ديال الخياطة. هنا غادي نخرج 20 قبالت هاد الخط، هذا قبالت الخط ديال الكتاف، وندير خط هنايا من هنايا من هاد النقطة اللي عندي هنا للبطن غنهبط 14، ومن البطن للحوض 14. البطن عندي 24 ونزيد سنتيم ديال الخياطة، والحوض عندي 27 ونزيد سنتيم ديال الخياطة. صافي نجيب بيستولي ونديرها هنايا، الا ما كانش كندور غير بيديا كنطلع هنا واحد 6 سنتيم، نجيب هكا الدورة غير باليد، ماشي ضروري يكون هذا، وحتى هنايا ماشي ضروري يكون عندنا هذا، غنجيب هذا الخط هكا وهذا الخط غادي نجيبو هكا. هي هنايا ما يكونش داير بحال المثلث، نحاولوا نقوصوه شي شويه باش ما يجيناش هنايا بحال اللي مثلث. الدوره من التحت غندير فيها 28
ولا ندير 29. حيت هذه راه ما كتكونش هابطه ايفازي، كتكون تقريبا هابطه نيشان. صافي هنايا غادي نحيد الظهر، غادي ندخل هنا واحد جوج سنتيم، هادي ديال الامام ندخل فيها جوج سنتيم، نهبط 14 وندخل جوج سنتيم ونخرج هنايا زيرو لهاد البلاصه وهنا زيرو. هنا غادي نهبط 10، هاد الخط هذا هاد 5 سنتيم، نمشي هنا خط مستقيم هاك، ندير خط مستقيم وهنا ندور، نجيب الدوره نخرج هنايا زيرو. من هنايا جوج سنتيم ديال الامام غنقص منه جوج سنتيم، دابا غادي نفصل الكمام، غادي نعبر بعدا التركيز نشوف شحال عندي فيه، عندي 26. هذا الطرف اللي شاطلي غادي نخرج منه الكم كمام بجوج هكا، نشد هاد الحاشيه عندي ونحلو هكا ونولي نطويه. صافي غادي نعبر من هنايا، هادي ديال البيجامه نهبط غير ب 12 ولا 11، ماشي بحال الرومي، الرومي خصنا نهبطو ب 13 ولا يمكن لك تهبطي حتى ل 14. عندي 56 في الكمام وغادي ندير لهم باندا وغادي نقص، ندير الباندا ندير فيها 4 سنتيم، غنقص 4 من الكم من الطول ديال الكم، هيا غنقص هنا غير جوج حيت مازال غتمشي لي سنتيم من هنا ديال الخياطه من جهه الكتاف وغيمشي لي سنتيم من هنايا، وهنا غادي نقص جوج، هي غادي ندير في الباندا 4 بس 54 هنايا، المونش غندير فيه 14 عندي في الدوره ديال الدراع، عندي 17 كنهبطو من هنايا واحد 9 سنتيم وندير الدوره ديال الدراع ونخلي سنتيم ديال الخياطه. المسافه هذه كنقسمها على جوج، وهاد المسافه اللي عندي هنا كنولي نقسمها عاود على جوج واخا غير هكا بعينيه. صافي كنخرج من هنا سنتيم وكندخل من هنا سنتيم، كندي هاد الخط هذا هكا وكنخرجو لهنايا وهذا كنخرجو لهنا الفوق. صافي هادو الكمام ديالي، غندير دابا الباندا اللي غندير في الكمام، طوي على جوج غنولي ندير لها هكا على 4. هنا غندير فيها 6 سنتيم تبقى لي جوج ديال الخياطه،
العرض ديالها غندير فيها 14 بحال لكم اللي دايره فيه حتى هو 14. هنا جوج باندات يكونوا طويين على جوج. دابا غادي نفصلوا الكول، كل طيور اللي يكون لاصق لنا من الفوق. هنا غادي نفصل الكول ديالي، غنفصلو على هاد الورق ديال الفيزلين حيت التوب عندي نازل، غندير له الفيزلين. ما بغيتوش ديروا الفيزلين ما ديروش، ماشي ضروري الفيزلين، غير باش يجي واقف شي شويه وصافي. اما الا كان التوب واقف وهذا ما ديروهلوش. انا هنا غادي نديرو بعدا على الفيزلين باش يبان لكم مزيان. هنايا غادي ناخذ في العرض ديالو، درت بعدا في الطول درت فيه 24، وفي العرض غندير فيه 12، ندير 12 هنا 12 هنا. غادي نخرج من هنا ب 10 ونجي لهنايا نطلع ب 4 سنتيم، وفي هاد الجهه هادي غادي ندخل بسنتيم واحد. هاد الجهه هي اللي غتكون عندي من جهه الامام، هادي الجهه المسدوده غتكون من الخلف، هي اللي غتكون لاصقه في الخلف. على حساب انا هاد الفيزير راني دايره على جوج طاويه، على جوج بحال غير النص ديال الكول هذا صافي. وهنايا غادي نهبط بسنتيم، هاد السنتيم هذا غادي نديه لهنايا هكا غير بيديا هنا، وهاد السنتيم هذا غادي نجي لهنا وغادي نصايلو مع هاد الربعه، مع هاد النقطه فين درت هنا 4 سنتيم، وهاد 4 سنتيم غادي نصايلها لهنايا فين خرجت هنا ب 10 سنتيم. صافي هذا هو الكول ديالي. غندير كرانه هنايا في المنتصف ديال الكول. هاد الجهه هادي هي اللي غتكون لاصقه لي في هذا في الكول، هي اللي غتجي لاصقه، وهذه هي اللي غتجي دايره. هذا هو الكول. دابا غادي نحط الثوب ونحط عليه هاد الفيزلين باش نفصلو. هنا راه طلقت الثوب درتو على جوج كما شفتوا معايا، وحطيت هاد الفيزلين سرحتو عليه وعاد نقطع. من الاحسن ديرو هكا على جوج، الا درنا على 4 كيبقى يتخسر ملي كنكونو كنقطعو، حيت هاد الثوب ديال المقرى راه كيسحس بزاف. صافي هذا هو الكول ديالنا، نشدو هكا ونعلم هذا المنتصف ديالو، ندير كرانه هنايا في المنتصف. صافي هذا هو الكول ديالنا الباندا. صافي راه فصلنا، دابا بقى لي غير التبطين ديال الامام، ندير لهم التبطين. هنا جبت هذاك الطريفات اللي شاطولي، هذا راه كنشاطلي من الجهه اللي فصلنا منها الكمام، غادي الجهه اللي فصلنا منها التركيز عفوا. غادي نجيب هذا ديال الامام، راه حطيت واحد على واحد هنا، عندي جوج قطع. غادي نجيب هذا الدوفا ديال الامام، راه حيدت هذاك الحاشيه، راه حيدتها كتكون مكمشه باش تساعدني في الفصاله. غادي نسرحوها هكايا لهذه الطريقه هذه، حيت هاد التوب هدا راه في الفصالة خصني غير بالسياسة. صافي غادي ندخل من هاد من الجهة ديال الكتاف، غندخل واحد 7 سنتيم هنا، نمشي مع الكتف نيشان هنا، دخلت واحد 7 سنتيم وغادي نجي من هنايا وندور هنا فين عندي داك 6 سنتيم، داك 5 سنتيم ديال الآخر ديال المارد صدايف، غنعلمها نعلمها هنايا. غادي نجي نقطع هاد الزوائد بعدا اللي عندي هنا.
هنايا غادي نحيد دابا هاد الضوفه هادي غادي نحيدها صافي، وغنجيب هاد المثلث غندير فيه هاد العرض اللي عندي هنايا، نشوف شحال فيه. فيه 6 سنتيم ونص، غندير هنا 6 سنتيم. صافي هنايا دابا نقادب بالسورجي وندوز لهم السورجي ويجيو مقادين. نحيد دابا هاد الشيء الزياده اللي عندي هنايا. صافي هادو غنقادهم بالسورجي وعاد نركبهم داك الساعه. راه شاطليتو شاطلي واحد الطريف الا بغيت ندير منه البوني ديال البيجامه. هذا الا بغيتي ديري منه البوني ديال البيجامه هكا في الدار حتى هو كيجي زوين. الطريقه ديال البوني راني دايرها في واحد البينوار مع واحد البيجامه ديال الدار. يلا وهذا غندخل فيه الدونطيل، غندير له الدونطيل في البيض. ان شاء الله نكون كنخيط غادي نوريكم الطريقه. نتمنى يعجبكم الفيديو. السلام عليكم.